الصلاة والسلام على النبي المصطفى علي المقام. أفقه نساء العالمين، أدلة شرعية على جواز التبرك بالأنبياء والصالحين وآثارهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين. روى الحافظ الزبيدي في شرح الإحياء قال: حضرت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا ولا أدري ما حالي عنده، فلا تدفنونني معه، فإني أكره أن أجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما حالي عنده. ثم دعت بخرقة من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي لعلي أنجو بها من عذاب القبر. عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين وأفقه نساء العالمين وحبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تبركت به كثيرا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنها لم تعتبر نفسها مستغنية عن التبرك بآثاره بعد وفاته وعند وفاتها، بل رأت أنها محتاجة لذلك من تواضعها مع كونها مبشرة بالجنة. ولو كان فعلها هذا من قبيل الشرك كما يزعم المحرومون من البركة، كيف سماها الله في القرآن أما للمؤمنين بقوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل لي ببعض ثيابه أو كحله.